العائلة المقدسة. أنا سافرت بالمركب، وكانت دي كانت أول رحلة بعد فترة طويلة جدا من القاهرة إلى الأقصر، قصدين إن إحنا نمشي في نفس المكان اللي مشي فيه السيدة العذراء سيدنا المسيح. النيل كان ممتع جدا جدا، خد رحلة كانت بالمركب لمدة 10 أيام، وكنا بنغوص بقى في هذه الأماكن. حسيت ساعتها وأنا يعني افتكرت كلامك إن النيل دوت المقدس هو فعلا ربنا بعته لنا عشان نحتمي بيه، بس إحنا للأسف الشديد لا تلوث ماء النيل، إحنا بنلوثه، وبالتالي فقدنا أهم حاجة للحياة، أهم حاجة هي اللي بنعيش عليها هي مصر. الإنسان المفروض ياخد 3 لتر إلا ربع مية في اليوم، وطبعاً القلة الإناوي اللي هي مشهورة جداً جداً اللي استعملناها واتعملت مشهورة أو القلة الإناوي كان فيها عبقرية شديدة جداً، لأن هي أقرب حاجة لجسم الإنسان الطبيعي. فالمية البلاستيكية دي مش هي دي المية الجارية، المية الجارية اللي موجودة في القلة، وبالتالي هي بتضيف إلينا دايماً الطاقة بتاعتنا بتتغير بمياه هذه القلة اللي احنا مش لاقيينها دلوقتي بندور عليها عشان نشرب منها. أنا شاكرة جداً لهذا المنتدى، وشاكرة للأستاذ شعبان يوسف، وشاكرة للدكتور كمان وزيسة على هذا اللقاء العظيم. الحقيقة أمتعنا فعلاً، ونتمنى أن يكرر زيارته للورشة بإذن الله. الشعر